السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وإما كنتم تشاهدونا دائما على قناة السودان 24 الآن، وهي ضمن قنوات السعودية 24. بنرحب بكل اللي بيشاهدونا دائما، بكل معانا، وبرحب كمان بكل اللي بيشاهدونا من المشاهدين الجدد، واهلا بكم دائما من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. من بس برامجنا دائما تابعونا على تويتر كمان والفيسبوك وعلى انستغرام وعلى اليوتيوب، اهلا بكم وسهلا. الطاقم بيحييكم احلى تحية مسائية ومساء جديد ومساء سهرانين معكم ان شاء الله. كوميكو ناهد، مساء النور عليك. مساء الخير، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واسعد الله مساكم بكل خير. اهلا وسهلا بكم وحبابكم عشره من السعوديه الرياض، قناه السعوديه 24، قناه السودان 24 الان، لكل زول في كل مكان. اهلا بكم ومرحب بكم، ودائما تعودنا انه نقول اراكم وملاحظاتكم بتهمنا شديد جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كل يوم سهرانين معاكم أنا وناهد. اليوم كمان عندنا سهرتنا بعنوان المرأة السودانية، عنوان للنجاح. إن شاء الله تكون سهرة لطيفة وخفيفة عليكم، يعني تمتعنا كلنا. أهلا وسهلا بضيوفنا داخل الاستوديو، مرحب بكم وحبابكم عشرة. نحن سعيدين بوجودكم الليلة معنا في الاستوديو، واهلا بك يا ناهد مرة ثانية. يا اهلا بك وسهلا، مساء الخير عليكم. ان شاء الله المرأة السودانية منذ القدم ونجاحات كبيرة هي تعرف بها، ونضالات ايضا، كفاحات ايضا. المرأة السودانية في التربية، المرأة السودانية في الشارع، المرأة السودانية في العمل، المرأة السودانية ما قبل الاستقلال، المرأة السودانية كمان بعد، والمرأة السودانية بعد الثورات وبعد التغيير، اشياء كثيرة. المرأة السودانية في جميع المناحي هي تجدها موجودة. ان شاء الله ده حوارنا اللي حيكون مع ضيفاتنا داخل الاستوديو، الدكتورة نجلاء عبد اللطيف سعيد استاذة جامعية. يا اهلا بك ومساء الخير عليك. يا مرحبا استاذه ناهد، مرحبا استاذ ابراهيم، مرحبا بكل المشاهدين، وان شاء الله باذن الله اكون ضيفه خفيفه الدم عليكم، وزعني جدا استضافتي في البرنامج، شكرا لكم. الله يسعدك. الله يسعدك. خفيفه ومجرفه. ان شاء الله باذن الله. كما بنرحب بدكتوره هناء محمد بشير، استشاري علم النفس العام ومؤسس مركز مدار للتاهيل، وسيره ما شاء الله كبيره يعني، وسيرة عطرة، سيرة ذاتية عطرة. أهلا وسهلا بك ومرحب بك، ونحن سعيدين بوجودك معنا. هلا، مرحب بك أستاذ إبراهيم، ومرحب بك أستاذ ناهد، وأتمنى أنه أكون زي ما قالت الدكتورة خفيفين على الظل عليكم يعني وعلى المشاهدين. ربنا يسعدكم، شاكرين وجودكم معنا، وطولتوا ما جيتونا. ودكتورة نجلاء يعني طولت شديد، الحمد لله على السلامة، انك شرفتينا اليوم. الله يديك العافية. ان شاء الله حيكون معنا ضيفة عبر الاتصال عبر الجوال من مدينة الباحة، استاذة جامعية دكتورة سوزان علي يوسف، ان شاء الله حتكون موجودة معنا داخل الحلقة او اثناء الحلقة، وان شاء الله كده بس نطلع شوف الكنترول مجهز لنا شو، بنرجع نتواصل معكم ثاني خليكم معنا. أريد براها ترتاح روحي كل ما تراها ست البيت. أغنية جميلة، شكرا للفنان اللي أدى الأغنية دي وأداها بشكل جميل، شكرا للكنترول كمان لاختياره لنا الأغنية دي. والأغنية دي جات في مواعيدها، جات في محلها. المرأة السودانية والأم السودانية، يعني كل ما قدر ما نتكلم عنها ما بنقدر نوفيها حقها، وكلنا بنعرف انه الام قدر كيف هي اهتمت بينا. اول حاجه اهتمت بينا، واهتمت بتعليمنا، واهتمت بنجاحنا. المراه السودانيه ناجحه في تنشئه وتربيه ورعايه اولادها بشكل كبير جدا. اكيد. وشفنا الوعي الموجود ده كله، والام عندها فيه نصيب الاسد من الشباب اللي احنا موجودين اليوم. دارين نتكلم عن التنشئة دي والتربية دي. طيب، في البداية الأم هي كل المجتمع، طبعا هو نص المجتمع، لكن إحنا باعتبار أن الأم هي كل المجتمع، لأنها هي الداعم الأساسي للأسرة. زي ما قال الشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراق. عندنا في السودان وفي الوطن العربي والأم في كل مكان في العالم هي البوتقة الحقيقية لبناء الأسرة ورعاية الأسرة وتربية حتى الاهتمام بشؤون كبار السن. يعني الأم بنلقاها سواء كان الخالة
العمة، الأخت، الأم، الحبوبة، يعني العاملة اللي في، يعني في كل مكان بنلقى الأم هي اللي بتضع اللبنة الأساسية للأسرة. وبتهتم زي ما ذكرت، بتهتم بالأطفال وبتهتم بالمراهقين. وإن شاء الله في خلال الحلقة يعني أنا بوضح إنه كيف الأم عندها دور كبير في رعاية المراهقين، وكيف يكون عندها السبورت العالي جدا في دعم الأسرة وتربية وتنشئة الأسرة. لأنه اللي عندنا الطفل، نقول عندنا في دراسة علم النفس، الطفل في الخمس سنوات الأولى يحتاج لاهتمام عالي، والاهتمام ده بيجده من الأم من خلال التنشئة الصحيحة. يعني الأم عندنا يعني بنلقاها عندها يعني بترمي بظلالها في يعني في كل مناحي الأسرة، في كل مناحي البيت بنلقى الأم عماد البيت فعلا. عماد البيت فعلا. طب دكتورة، نلقى اهتمام المرأة بأبنائها وحسهم على إنهم طبعا دي حاجة ممكن تواجهها كثير من الأمهات الآن، حسهم على إنهم يسلكوا سلوك جميل جدا وطيب جدا، خاصة وإنه أبنائنا الآن هم بيصارعوا في غزو ثقافي وغريب جدا عليهم، مجتمعات قد لا تشبه أو هي فعلا حقيقة لا تشبه مجتمعاتنا. صراع الأم بين السلوك اللي هو مفروض يكون موجود في وطننا العربي، في أمتنا السودانية تحديدا، وبين الغزو الثقافي الآخر. والله زي ما ذكرتي إنه هو فعلا صراع، يعني أنت بتكوني بتصارعي. يعني أنا بحكي لك طبعا عن تجربتي، طبعا الدكتورة هنا حتتكلم من منظور النفسي، لكن أنا حتكلمك من تجاربي الشخصية ومن حسب الحاجات اللي أنا بقراها في العلم البسيط مثلا اللي أنا بقراه. يعني أنا عن نفسي مثلا عن التجارب أو الأشياء اللي مثلا دايما بحب أعملها، بحب دائما انا اخلي اولادي يحتزوا بي فعليا. يعني بعمل الحاجه، ما بقول مثلا انت يا فلان اعمل الحاجه وانا بكون مثلا راقده. اضرب لكم مثلا مثال، يعني ليتس سي انه مثلا انا عايزه اوجه طفلي في الصلاه، نفترض من الاساسيات، فانا بشوف واحده من مشاكلنا الاسريه او اغلب يعني او جزء من الامهات، يعني ما عايزه اعمم لكن الحاجه دي موجوده، فبلاحظها في مجتمعنا، فبتلقي الام بتكون راقده، يا ولد ما تقوم صلي، الصلاه ما فاتتك، وهي راقدة. هي راقدة. طيب يا ماما انت ما تقومي. يعني انا بشوف انه احسن سلوك انك تعلمي لطفلك او تعلمي ما بالكلام، رح كده توضى، يلا عايزين نتوضى نصلي، اصلي بينا، اي صلي بينا. فيعني انا بشوف دي طرق ممتازه لانك توجه اكثر من انك تتكلم، تفعل، تخلي الطفل هو يفعل معك. فدي من الحاجات اللي دائما بشوفها، يعني اسال الله انها تكون ناجحه في تربيه اولادي واولاد الكثيرين مثلا اللي بشوفهم انا. فانك اكثر بتصرفاتك انت، الام تكون غدوه في تصرفاتها، غدوه في سلوكها، غدوه في كلماتك. مع ان احنا الامهات يعني في كثير من الاحيان تلقي خلاص كده وصلتي مرحله، فبتدي مثلا تستخدمي سلوك شويه شتايم، فبعد شويه بتتفاجئ انه طفلك بعد فتره هو نفسه رد لك الشتيمه، يعني او ناداك بها، خزنه ارض خصبه للتجليد. ايوه، يقلدك انت الكبير، يقلدك سواء كان في الخير او في الشر. صحيح صحيح. فاذا ده ممكن اسلوب احنا نتبعه. ايوه، انك انت اول حاجه انا بشوف ان الام يعني نربي انفسنا في الاول، يعني انا غايته عن نفسي، الواحد الام تربي نفسها في الاول، بعد كده الطفل تلقائيا حيبدا يتعلم منك الاشياء. وجي للزمن ده بربيك بدا يعني هم تلاحظي لهم في، انا بشوف في جزء منهم كثير واعي. أيوة. يعني ممكن يغلطك برضه على حاجات على فكره، عنده الراي. يعني دائما من حتتي انه انا عادي مثلا انا واولادي بنتناقش، يعني انا ممكن اكون خطا، ما انا ما ملاك، عادي نتناقش. فاحيانا حتى في معلومات ممكن ندخل النت يومي لا معلومه دي كده نتناقش فيها، ما في مشكله. فدي يعني اصلا في مرحله معينه بنبدا التوجيه وهم يقلدون، لازم تصاحبيهم. ايوه، في مرحله كده بتبدا مرحله الصحبه. وطبعا يعني ما نتناسى دور الرغابه، يعني مهما رغبة في الاسره، لانه في غزو ثقافي الان. ايوه، فيعني الحاجه دي ممكن بتزعل، يعني لكن لو جوال اي واحد وقع في يدي في حمله تفتيش. بتعمل حملات دائما طوالي حملات. بتعمل ايش؟ انا بفتح طوالي مثلا اول ما هم بيستخدموا اللابتوب حقي في انهم يطبعوا بيه او كده، طوالي في الواتس، بلقى الواتس فاتح هنا، طق طق بخش الواتس بشوف الحاصل شنو. يعني بحاول بدون ما يعرفوا كده، بدون ما يعرفوا طبعا، بدون ما يعرفوا مرات بيكتشفوا لي طبعا. حضروا الحلقه دي. لا هم عارفين، هم عارفين بيكتشفوا. فلكن يعني مهما كانت الرغابه، مهما كان اذا كانت الرغابه الام او الرغابه الاسريه،
فبتحس في شارع وفي مدرسه في الشارع برضه كده. فانا دايما بلجا لشنو؟ انه الدعاء، يعني الدعاء. فالدعاء في كل حاجه يعني. فانا في جمله عجبتني بانه الله البربي، فانا بعمل اللي علي وبعمل بالاسباب، يعني بعمل اسباب لكن بلجا للدعاء صراحه. الدعاء والاستدعاء في كل الغزو الصغار في البيجي. يعني انت الان فتحتي فعلا انترنت او كده، لكن ممكن يتشربوا زي ما انت قلتي من الشارع، من المدارس، من غيره، يتشربوا بحاجات احنا ما عايزينها. مش صحيح. انت كيف قادره؟ ما هو انت قلتي ممكن بالدعاء وبانه تحاولي معاهم، لكن حتخطي شنو قصاد الغزو ده؟ ما هو لازم تخطي حاجه كمان تجذبيهم بها. الصداقه يعني. انه كيف تعملي؟ فمثلا يعني انا واولادي بنكون مثلا اصحاب، يعني يلا بيحكي لي انه حصل كده، بنجي نتناقش والله في الفيس اللي حصل كده، في حصل كده. فبحاول بقدر الامكان يعني اقرب مثلا او ازرع فيهم افكارنا، احنا افكارنا الاسريه يعني بالنقاش نتونس والله حاصل كده حاصل كده. فما بحاول اقطع 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 مثلا الحبل بينات بجوهم، اعملي لهم لايك، اعملي لهم قلب يعني بنفسي جوهم، يعني بدخل معاهم يعني بكون عارفه الاصحاب واحد واحد، بكون عارفه يعني يوم يا اخي لانك ما قال كده يعني ما كويس. لكن الحاجه وحتى يعني مصطلحاتهم الشبابيه بكون داخله معاهم وكده. تفضل. الامهات درجات يعني. هسه انت دكتوره طبعا، وفي تعليم متوسط صحيح كويس، وفي تعليم ايوه اقل يعني من المتوسط، وفي صحيح. تعليم ما في خالص صحيح. دي مستويات من الامهات دي ما بنقدر ان احنا نتجاوزها ولا بنقدر نقولها. أكيد أكيد. امتداد لسؤال محور ناهد، يعني هي بعيده عن التكنولوجيا، بعيده عن عن الاحداث الاخيره دي. يعني انت قد تكوني اقرب، عندك واتساب، عندك فيسبوك، عندك بتخش النت كده. الديل الطبقات التحت الثانيه دي نحن هسه والله شايفين الحمد لله انه في نساء في الدرجات التحت دي، لكن معلمين اولادهم ومربينهم احسن تربيه. ربوا رب تربيه صح. التكنولوجيا صعبه جدا. دي في الحاله دي تلجا لتربيه نفسك انت في الاول. يعني الام هي تتغير بالسلوك الكويس عشان اطفالها يتشربوا بالسلوك الطيب، بالسلوك الديني. الحاجه دي لما تتشرب حتى لو كان في غزو، في غزو خارجي او ثقافي، ما بيكون الطفل بيتاثر به بالصوره الكبيره، لانه نفسيا بيكون واصل لحته انه متشبع عاطفيا، متشبع دينيا. فسلوك امه في البيت مرضي مثلا، امه مقرب، الام مقربه الاطفال ليها، فبتحس انه الطفل ما عنده ذاك يعني الشغف الخارجي، او ما بتلقى الحاجات بتجذبه. فبعد كده انا بشوف ان الدعاء لازم تدعي 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 وتستودع، يعني ان شاء الله نستودع اولادنا. واضافه لكلام دكتوره نجلاء انه الام دي حتى لو كانت هي غير متعلمه لابد من المتابعه، زي ما ذكرت قبيل في بدايه حديثها قالت انه انا بتابع اطفالي. المتابعه مره مهمه، يعني الانسان لما يتابع اطفاله مهم جدا. نحن نرجع في حكايه طبعا الدرجات بتاعت انه امهات متعلمات قدر عالي وبعضهم لا. لو رجعنا كمان لورا شديد، عندنا حبوباتنا نحن ما كانوا متعلمات وطلعوا رجال وبنات. أيوة. بنات يعني مستوى من القيم الانسانيه تخيلي. ايوه ونموذج نحن على الاقل مؤدبين يعني. ايوه لكن بس احنا بنرجع انه ثاني بنقول زمان ما كان في تكنولوجيا. أيوة. ما كان في زي ما ذكرتي انت غزو ثقافي. الغزو الثقافي ده اللي اثر على بس كان في مجتمع، لكن كان في كتب وفي الصالح والطالح وكان في كتب مجموعة. لكن احنا بنرجع نقول انه المراه هي كان عندها يعني المتابعه وعندها القوه في الـ في الـ في الـ في, الـ في التنشئه الصحيحه، وعندها يعني الايجابيه في الحياه، وفي انه هي زي ما ذكر انه فرض سلوكها حتى على الـ على الـ على ابنائها. عشان كده احنا يعني كل يعني اغلب السودانيين طلعوا بهذه الروعه نقول من الله. وما زال احنا بنقول الامهات، بنشد بعض الامهات انه يعني في متابعه بالنسبه للاطفال، ما زالت زي ما ذكرت الدكتوره. وما زال انه يعني حتى المراهقين، انا قبل ذكرت في بدايه حديثي انه المراهقين عندهم طريقه معينه للتعامل. فاحنا بنجد انه في كثير جدا من الامهات اصبحوا فهمات جدا، يعني المراهق ده اذا انك انت يعني ظليتي انك تتابعيه متابعه لصيغة من غير انك تحسسيه بانه انا كمثال يعني يعني زجر نقول ما مدح، فعلا هو يعني حيهرب منك. لكن لو المراهق ده انت تابعتيه متابعة ايجابية، اصدقائه حتى انت يعني حليتي مكان الاصدقاء نقول،
يعني صار انه يسالك اي سؤال وانت تجاوبي على سؤال، ما اكيد ما حيمشي خارج البيت ويبدا يسال عن الاسئله اللي ما فيها اجابه. يعني تتكلم الان عن انه الام والاسره هي كلها الان في حاله بتاعت شلهته مع مع دنيا ذاتها متغيره. يعني أكيد نتكلم عن التغيرات دي دكتوره نجاة على انه زمان ما زي هسه. نعم صحيح. والتغيرات الحاصله والتحديات اللي بتواجهكم كلكم كامهات. اي نعم بالضبط. فينا كنا الامهات كمجتمع كده براهم هم بيتعاونوا على بعض في تربية أولاده، في قعدات الجبنة، في الونسات العامة، في الرحلات، بيوت الأعراس. إحنا كمجتمع سوداني بناخد معلومات من بعض، مش كده؟ أكيد بنستفيد. صحيح. يعني في جلسات أو حتى مثلا جمعة الأصدقاء أو كده بتلقى في تبادل أفكار. والله احنا انا مثلا اولادي كده، انت اولادك ما شاء الله هادين، بتعمل شنو مثلا؟ بتشرح لها والله انا بعمل كده. فيعني ما بتلقى مثلا الوحده فينا هي دارسه مثلا علم النفس بالضبط او اشياء في التربيه، لكن بتلقي كده من خلال مشاهدتك لتربيه الاخرين والتجارب الاخرين بتلقي نفسك بتستفيدي. فانا عندي برضو ملاحظه صراحه جميله ودائما بناقش فيها بعض الامهات، وبلاحظها انه تلقى في بعض الامهات مدلعين اولادهم بصوره كده انت لما بتحس انك كده بتتوتر. وتعال شوف الطفل نفسه، يعني الطفل الشخصيه مهزوزه، الشخصيه بتكون مهزوزه. فانا عجبني قبل كده انه في دكتور نفسي بيتكلم على انه لا تجعل طفلك مشلولا. فعجبتني العباره دي جدا، لا تجعل طفلك مشلولا. كيف؟ انك بتعمل له اي حاجه. يعني الطفل ده انت بتخدمه من شفته من الفرشه حقت الاسنان، تجهيزه لما الشراب في الارض. طيب ده كيف حيكون اب في المجتمع؟ كيف حيكون رجل صالح؟ كيف حتكون امراه صالحه؟ كيف حيحتموا على نفسهم؟ كيف حيبنوا مجتمعات؟ فدي حاجه فعلا يعني جدا جدا طبعاً صعبه. طبعا يا دكتوره نجاة، الدلع مع حبابه والناس أيوة. قاعد فعلا توصل يمكن أيوة. في المراحل الاولى، لكن بعد كده الوحده تخلي فعلا الاولاد أيوة. يعتمدوا على نفسهم. انت ذاتك او اي ام يعني ممكن يكون اولادها نفسهم مختلفين. احنا الان بنواجه تحديات ايوه صحيح كبيره. ممكن في اولادك واحد يتجاوب ايوه والثاني صعب عصي أيوة. جدا صحيح. يقول لك اقنعيني، لو قلت له أيوة. قال لك انا طالع يقول لك امنعي. اي صح اقنعيني، ما نعاني لي اقنعيني. التحديات اللي بتواجههم شنو الشباب او اللي هم المختلفين في بيت واحد؟ ما هي نفس الكلمه دي اقنعيني ليه. يعني دائما احنا في حالتنا اليوم كله انت بتقنع انا طالع لا ما تطلع اقنعيني ليه. فاذا هي دي فعلا التربيه الصحيحه، انك لازم توفر انه اجاباتك ليه انت قلت لا تكون جاهز فتكون جاهز ليه انت قلت لا. فانت انا مرات بكون زهقانه انا بقول يا اخي بس لا كده بس، كيف كمان لا كده بس دي معناها خلاص فتحت لك باب حوار دي شقق. لكن زمان ناس ابراهيم كان ناس ابراهيم لما يسهروا برا بيجي بتلبوا بالحيطه مش ابراهيم. لكن هسه انا نبته بترقد لي تقول لي بابا مساج عليك كده فدي يعني دي لا خلاص مزاج دي بتكون انت يا قلتها يا ما بتقولها. يعني مزاج ولا مساج؟ مساج مساج هي عامله مساج ايوه هي لا هي انا اعمل لها هل اعمل لها في الحادثه دي اتقلبت تقدر الشغل والله الاب مساج فاحل قال والله تعبنا ولمينا قروش وخلاص وقلنا نعرس ونجيب لنا اولاد نربيهم ينفعونا قاموا يربونا. صح كلامه صح هذا صحيح. طبعا الجيل اصلا بقى كده الجيل الجديد يعني زي ما شايفين في السودان جيل راكب راس. طيب جميل جدا. الان هسه برضه ابراهيم المراه ما زي زمان. احنا قبل تكلمنا ما قلنا امك امهاتنا حبوباتنا، المراه الان منتجه وعامله تطلع من الشغل موظفه. قبل لك قالت الاطفال بيغزوها ذلك المدلعين شديد الحبوبه بيوتروا شفتي الحبوبه مع انها ربت امه احسن تربيه. لكن لما اول ولد الولد ايوه ولد الولد ايوه تعجنه اغلى من ايوه اغلى من الولد ربك ولد الولد اغلى من الولد ايوه. يعني الفكرة شنو انه ما تربيه نفس التربية خلاص فترة في ذاته من الكورة مع تربية عايز تقعد في ذاته والله سبحان والله يا استاذ ابراهيم غيته لما نبدا حبوبة ان شاء الله بجي اوريك السبب العاطفة العاطفة اذا العاطفة لها تأثيرها في التربية. طيب في طب انا اقول لكم في دراسة اثبتت اتعملت في سويسرا فاثبتت انه الاناث اكثر لطفا يعني المرأة طبيعتها كده في هرمون الدوبامين بتفرز على جسم المرأة، بيلقوا انه هذا الهرمون
بيجي على النساء يعني بيتفرز على النساء اكثر من النساء اكثر من الرجال. فعلشان كده بنلقى انه المراه مدى ما كبرت صارت حبوبه صارت حنينه وطيوبه حنينه وطيبه لانه اصلا في هرمون بيتفرز من جواها يعني غصبا عنها. بنلقى الرجل عكس كده حقه يحقنوا الرجل لذلك بنلقى انه يعني دي دراسه يعني اتعملت يعني هل هو بزيد هل هو بزيد لما هي تكبر؟ ليه نحن مثلا عايزين نزل ليه الحبوبه مثلا حنينه اكثر؟ هل لانه انا يعني مثلا انا افسر لكم كده تفسير عادي في بلدي اقول انه لان هي الان ما بقت شايلها منه التربيه انه مثلا عايزه توجه هي عايزه تدي نوع من العاطفه بس لانه يعني لانه اصبحت الحبوبه ما مشغوله. أيوة. زمان نقول مشغوله باشياء اخرى. أيوة لكن الان يعني الحنيه اصلا موجوده يعني اصلا ده هرمون موجود عند المراه. حسي عليك الله يا دكتوره بعد اولادك تزوجوا ومشوا امريكا ومشوا كندا ومشوا وين ومشوا الامارات وقام واحد رسل ليكي ودرسل ليكي ودرسل لك حتمشي ما حتعملي حتكوني لطيفه وحلوه اكيد ويشتروا لك هداياك وترجعي. ذكرتيني استاذه نهيد عندي اولادي طبعا الكبار فلما مش بس مش يدرسوا في السودان جو لقوا اخوانهم الصغار يعني وهم متفرعين وكده فبقول لي يومي انت ليه خليتي شغلتك؟ ليه بقيتي يعني ليه ما بتدقيمه وليه ما بتدقيمه بشكل زين؟ يعني زمان حرتينا نهر وتوجيهات وشكل ايش معنى ديل يعني كده؟ شوفي يا دكتوره نجاب في مثل بيقولوا برضه اهلنا بيقول لك رب الكبير بس هو برب الباقين. انت يعني الاول ده لما تأدبيه صح ولا ما صح؟ لما تأدب الاول وتربي تمام الثاني بيجي يقول له لا ما تهبش الفازه دي ماما بتدق انا بعد شويه. أيوة تقلب ربي في الجيل يعني في الصغار يعني التعلم عن طريق النموذج. ايوه يعني دائما موديل يا دكتوره كده يعني ده عنده علاقه بالكلام اللي قبلك انت قلتيه وانه الام بتشوف امك انت بتشوفك انت لسه صغيره مش كان ولدتي صحيح ايوه هي دائما بتدافع عن الصغير صح؟ ايوه صحيح بتدافع ولما جبت اولاد هي بقت برضه تدافع وتمنعك انت من تربيته. والله ممكن يكون ده يعني فعلا يعني فعلا دي الاجابه الصحيحه انه يعني هي لسه بتكون شايفة صغير صغيروني ولسه. ايوه واحده ولدها هنا اسمه احمد في السعوديه قامت ضربت له في احداث امبارح دي بمكالمه اظن دوليه ولا هو ضرب لها ولا هي فتشت ضربت له ولا كلمت زول ضرب له وعلى اساس قال درت تطمن عليه وانه هو حاصل له حاجه هو الضرب هناك والجوطه هناك. شوفي قلب الام هو هنا هو هنا وفي امان الله قال لهم انتوا كيف كويس يعني قالت لها بدي اتصل عليك ان شاء الله سبحان الله ان شاء الله ربنا يحفظ امهاتنا. وصلي حديثك النموذج فدي واحده من انواع التعلم انه التعلم بالنموذج يعني عن طريق الموديلينج يعني الطفل لما يشوف طفل قدامه بيتصرف التصرف السليم الإيجابي هو بيتصرف نفس التصرف. فلذلك هم الأطفال اللي يعني شوفي كلامك صح. أنا زمان كان دكتور عندنا بس عايز أوريكي حكاية النموذج مش أنا اللي ناس ضيوف مرة دي ما شاء الله مأدي بعيالي بصورة جميلة جدا جدا عندها ولد وبنت فشوفي جاب عندهم ميكروفون شايلينه كده في يدين وموصل بجهاز أن إحنا قعدنا كلنا ومعايا أنا عيالي فقاموا قالوا الأطفال إلى غرفة الأطفال ساقوا مني العيال دي البنات الصغار مرة العيال 5 سنين وسبع سنين ومشي بيغادي. أولادي طوالي طلبوا إنه يكون عندهم ميكروفون بيجوا يعملوا الحركة دي لما يجونا ضيوف عندهم أطفال عشان ما يكسروا لينا. عرفتي الأطفال إلى غرفة الأطفال فجد زي ما قلتي في نموذج واللي ذكرته هي ذات لما تربي فيها. أيوة صحيح تعلم عن طريق النموذج. طب دكتورة الآن الأم متعلمة مستشارة وقانونية وموظفة وعاملة وإدارية ما شاء الله طرقت جميع المجالات وطبيبة يعني خروجها للعمل تجي تعبانة مشاكل كثيرة أصلا موجودة في الحياة حاجات كثيرة جدا سواء كان في الغربة أو في السودان برضو كيف تربية الطفل تربية الأبناء من خلال الأم؟ طيب نحن لو رجعنا للمرأة بنلقاها هي من قبل التاريخ الميلادي هي يعني ملكة وهي زي ما أنت ذكرتي طبيبة وهي سياسية ويعني لو ذكرنا كل يعني النساء اللي كانوا بارزات فكان بيأدوا أداء رائع وأداء جيد يعني وطبيبة ومعلمة وأذكر في ذلك يعني والدتي أمي حواء عباس بخيت هي مربية أجيال معلمة أسست الكثير جدا من المدارس. فبنلقى انه المراه مع شغلها برضه بنلقاها بتحافظ على تربيه ابنائها عن طريق التوافق الذاتي يعني هي بتكون متوافقه ذاتيا مع نفسها وبالتالي
لما تطلع خارج البيت بتمشي نقول للوظيفة حقتها، سواء كان نقول معلمة تروح لوظيفتها، ولما تجي راجعة بنجد إنه هي بتقدر توفق بين هؤلاء تربية الأبناء وبين شغلها في البيت كمن طبخ ومن نقول اهتمام بالزوج، ويعني كل هذه الأشياء بنلقى إنه المرأة بطبعها هي إيجابية. أبو جلمبو كلامك ده، تعمل ده كله عندها مية. والله العظيم سبحان الله، المرأة سوبر وومن. أحسنتي. المرأة في دراسة من الدراسات الأمريكية أثبتت إنه المرأة تتميز عن الرجل، لأن الرجال ما يزعلوا مني طبعاً، لكن في دراسة أثبتت يعني أنت أحسنتي. لا هي قالت لا والله معلش يا أستاذ إبراهيم، لكن والله دي دراسة يعني أثبتت بإنه في تميز بالنسبة للمرأة أكثر استحمالاً للضغوط. يعني أكثر تداركاً للضبط الانفعالي. لو نقول إذا غضبت، يعني إذا جاها غضب ممكن ما تخبر الرجل يعني زوجها هذا إنه هي غضبانة، لكن ممكن تبكي بكية بكيتين وتمزح دموعها والضغط دمي عليه هو عشان يحنسها. والله غايته هي مستفيده بكل والله احيانا ممكن ما يحنسها حتى، لكن بنلقى انه المراه بتقدر تعمل عندها الدواء، يعني بتعمل الضبط الانفعالي ده كل يد في حته. يعني احسنتي، وعندها يعني ممكن تؤدي كم اداء في آن واحد، وهم ما بيعرفوا للتفاصيل الرجال ده. احسنتي، هي تتعامل مع التفاصيل الديتيلز. يعني هي 10 اشياء يعني طلعت بها الدراسه انه المراه تتميز عنها من الرجل، لذلك بنلقى المراه زي ما انت قلتي سوبر وومن. لاحظتي الرجال انت لما تيجي تتكلمي معاه ممكن يطيق منك الكلمه الاولى بس والثانيه والثالثه والرابعه تبتدي انت بتتكلمي في تفاصيل، ولا ما جبت لي الحلقه كانت معنا نجياء ونجياء قالت هيسمع بس نجياء صدقي ايوه ثاني ما له دعوه بالباقي. لكن يا استاذ ناهي اصلا الرجل اصلا في طبعه بيركز على حاجه واحده، دي برضه دراسه انه الرجل بيركز على حاجه واحده. لكن برضه يا استاذ ناهي معلش في الكلام، لكن بنلقى انه الرجل ده إذا أنا دائماً بقول الكلام ده ودائماً يعني بقوله في الإرشاد الأسري اللي بعمله للأسر، إنه إذا جاء من العمل من الشغل والمرأة أنت جيتي زي ما أقول كنت شغالة وجيتي قباله أو كنت ربة منزل كنت قاعدة في البيت، ما تتكلمي مع الرجل أكثر من 5 كلمات لما يجي، لأنه العيش أيوة، لأنه الخمسة كلمات دي بعد شوية ممكن ما حيستوعب، ممكن يزهق فيك حتى، ممكن يعصب عليك. ما هي برضو جاية من العمل. لا يعني أنا قلت إذا هي جات من العمل وهو جاء من العمل بس جات البر. شوف إذا جوا من العمل الاثنين بنلقى المرأة على طول دخلت المطبخ والرجل مسك الجوال أو كده القنوات وكده، يعني بنلقى المرأة أكثر استحمالا يا جماعة. والله بجي حاجة يعني أنت قلتي كلمة قلتي هي ربة منزل ايوه، حتى لو كانت لو ربت رجل على فكره ربت رجل برضه لازم تجرب الراجل من اول وجديد. قوم يا ابراهيم انت امشي يعني، لكن فعلا هي صح يعني صح انه بيجي بيقعد بيشوف التلفزيون بيمسك جريده بيمسك التلفون كويس، لكن هي برضه يعني هي ممكن تخفق في حاجه من الحاجات اللي في المطبخ بعد ذاك ذاته بتكون موضوع الحاجه ملح بسيط مثلا شطه ما خطتها بس جاي من هناك عشان الملح. طيب فعلا الرجل هو بيساهم بالملح انه يعني ضواقه دي انه لمحه كثير ملحه زايد، يعني فعلا هو بيساعد في المطبخ بانه كده يعني بيظبط لك لما تجيب له الاكل صح؟ يعني لما الزول يجي في معاه ضغوط نفسيه عاليه انا ممكن اعلق على الملح كثير، ممكن يكون زهجان في مديره معذب ولا حاجة بشكل كويس ويجي موتر صحيح وهي ذاتها تيجي برضو ممكن احتمال برضو تيجي موتر، لكن هي قوة التحمل أيوة هي تتحمل أعلى أيوة سبحان الله. هو ممكن يجوت ويثور في إنه ملح ناقص أو سلطة ما في افتح خشمه طوال الحلة بوجهه وانت مقصرة حالس خدها وخدها وانت مقصرة في حق البيت مجرد ما إذا الملح زاد التقصير وين؟ ما شوفي إن هي جات من الشغل وخشت المطبخ طوالي صحيح أيوه ومع الإرهاق ومع التعب ومع التركيز اللي كان يعني نسيت الحاجة دي يعني مثلا صحيح نسيان يعني صحيح يعني ما برضه بني آدم هو أيوه صح صحيح يلا ممكن تكون نقطة خلاف بالمناسبة موضوع طويل صحيح بعدك بتجيب كلمة بعدين ما شغال بينه وايوه وديك طاقتها محدوده برضو كمان ممكن أيوة. تكون صح يعني لكن تتحملك خمسة كلمات لا لكن في كلمه كده ما بتقدر تتحمل 5 كلمات لا المراه والله بطبعها تتحمل وتتحمل وتتحمل تناقشك كمان ايوه ممكن تناقشك على فكره يعني ممكن يعني كلمه واحد يا اخوان لا دي ما واحد لكن دي ميزه الله سبحانه وتعالى اختصها بالنساء ايوه
يعني ربنا اختص بالنساء انه التحمل والتحمل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ايوه رفقا بالقوارير يعني أيوة بمعنى الحديث أيوة وصوصوا بالنساء خيرا. يعني في اشياء كثيره جدا يا جماعه النساء عندهم درجه تحمل عاليه جدا، لكن يعني نحن لسه محتاجين دراسات اكثر عن المراه. هم محتاجين على المراه كثير يا اخوي. سبحان الله يعني انت لما تتكلم عن انه يعني ربنا سبحان الله ليه اختص النساء بالولاده؟ انت لما تيجي تفكري انه ليه مثلا الولاده دي ما كانت من نصيب الرجل، فانت بتلاقي لان قوه تحمل المراه اصلا كبيره اكيد، يعني قوه تحمل للالم كبيره صحيح. يعني فانت تخيلي الام دي رغم من عن ألمها بتجي يعني بطفلها بيكون الاعتناء قدر شنو بيكون فيه اعتناء صحيح. قدر شنو بالليل بتكون مسهره، يعني تكون هي متالمه من المخاط ومن الولاده ومن التعبه، وتلقيها بالليل مسهره مع الطفل وبرا بعيد منه عشان هي ايوه أكيد. يعني ده كله سبحان الله يعني ربنا اختصاها لانه عارف المغدرات الخلقة فيها اكيد. وفوق اللي جاءوا ضيوف والله دي يعني صراحه الموضوع بيكون يعني صعب جيدة من العمل يعني شباب الجمعات يعني جمعات بس ما هو الناس طالما هي مرأة عامة أيوة الجمعات طبعا احنا الان في بقينا في زمن شويه يعني الضيوف بيكون ما زي زمان يعني الناس بقت مشغوله نفسها حتى يعني الوقت يعني بقى انه يمشي سريع يعني علشان الناس تجي وتقعد زي زمان فترات طويله. ايقاعك ايقاع هنا ولا ايقاع السودان؟ ايقاع السودان انا اتكلم عن والله ايقاع السودان طبعا السودان يحدثني طبعا جيت يعني من الاجازه ما شاء الله يعني داخلين وطالعين وجبنات اي صح لكن أي احنا لكن كمرأة عامله انا تخيلي الموضوع ده صعب يعني انت أكيد. والله انا يعني بالذكر عندي اختي سنادي شغاله كانت شغاله في البنك السعودي فمسكينة مثلا من شغلة بتكون خالة أولادها في البيت من الشغل بتمشي الحجوز في عندنا مشاوير تلقيها مسكينة لا يعني بتحس انه مجاملات وضيوف وطلعت في مشاوير وبعد كده تلقي الضيوف برضو بيجوا في السودان يعني في أوقات مختلفة على حسب المواصلات أيوة على حسب صحيح. على حسب المواصلات وظيفة البلد معلش بس معانا اتصال هاتفي ونرجع نكمل موضوعنا اكيد جميل جدا. الدكتورة سوزان علي يوسف أستاذة جامعية جامعة الباحة اهلا بك وسهلا مساء الخير عليك. مرحب بك يا استاذه نسرين مرحب بزميلاتي في الاستوديو مرحب بالجميع ان شاء الله نكون خفيفين نظل عليكم. سعيدين نسمع صوتك والله يا دكتوره سوزان. مرحب بك اخ ابراهيم بخير. اتحدثنا قبلك في المراه وتربيه الابناء لكن احنا دارين نشوف المراه من كيف حافظت المرأة السودانية على التراث السوداني الأصيل في كل المناسبات؟ أيوة طيب هي طبعا المرأة لعبت دور عظيم جدا في تاريخ السودان ودخلت في حاجات كثيرة. هي طبعا بتكون سفيرة دائما لبلادها يعني لما تكون عندها ثقافات وعندها إرث بعدين بيكون تجاه الأسرة والوطن يعني بتكون الكلام بيكون دائما في مشاركتها في المناسبات الاجتماعية مثلا زي تلبس الثوب السوداني اللي هو بيكون مميزنا عن باقي الشعوب باعتبار طبعا زي قومي بيرتبطينا بالعادات. بعدين برضو في طقوس الزواج والفرح والحزن والكلام ده هنا كله هي بتكون بتمثل السودان. في حاجة تاني اللي هي بتحافظ على الإرث اللي هي الإكسسوارات يعني الإكسسوارات اللي بتكون لابسها المرأة السودانية في كل دول العالم هي بتوري يعني حضارتنا وثقافتنا في السودان يعني الشكل بتاعها مجوهراتها الفلكلورية ارتدائها دي كلها تقاليدنا احنا الأصيلة زي ما ذكرت لنا الشاعرة اللي هي السودانية هاجر محمد حسن لما قالت خطواتها وهي بتعدي نظراتها فيها تحدي وكلمات أنا حافظاها عندي شعار وهوية هي جميلة لكن قوية هي بسيطة هي دغرية هي عظيمة هي حربية هي سودانية. نعم جميل جدا ما شاء الله عليها يعني المرأة السودانية. نعم جميل جدا دكتورة سوزان المرأة السودانية زي ما انت ذكرتي هي كانت او بتحافظ وما زالت على التراث السوداني وتراث قيم جدا وتراث يعني يستحق انه المحافظة يمكن في جميع الولايات من نجد المرأة بتتوارث عن الام وعن الجدة كثير من التفاصيل خاصة بتظهر في الزيجات ايام الزواج وغيرها كمان من المهرجانات اللي بتتم. نحن كيف ننقي تراثنا من اي شوائب خاصة واحنا الان نتعامل في زمن ممكن يكون غير يعني ممكن التراث نفسه يتغير لحداثة أو لشيء لكن إحنا كيف ننقي هذا التراث بحيث إنه يصبح زي ما هو القديم؟ أيوة هي طبعاً الحاجة تبدأ من الأسرة يعني مثلاً
يعني اديك مثال، انا يعني الان انا مثلا موجوده هنا في المملكه العربيه السعوديه وعندي ابنائي، اول حاجه انا البس الثوب السوداني في العقل، يعني بلبس الثوب حقنا السوداني، فحتى باقي الناس الثانيه بيقوموا يعني بيستغربوا يشوفوا الشكل ده غريب، بقوم بقول لهم ده التراديشنال ادريسز او الزي القومي حقنا احنا في السودان كده. اولادي في البيت، الناس المحيطين معاي، الناس الثانيه لما تشوفك انت متمسكه بعاداتك، انت بعد شويه بتلقي نفسك نقلتيها ليهم وللجيل معاك، لاولادك لجيرانك لمعارفك. فالحاجه دي يعني بتبدا من البيت، من الاسره، من المراه وهي موجوده في المكان اللي هي موجوده فيه، سواء في دوله عربيه او اوروبيه او غيره، هي ما بتخلي ارثها، ما بتخلي عاداتها. نعم. يعني احنا لما نجينا مثلا نفس البلد دي، هم اللي ايوه لبسهم زي القومي حقهم العبايه، لكن مثلا انا العبايه بطلع بها، لكن لما نمشي في الدوام بكون لابسه بعد ذاك زي القومي التوب بتاعي. نعم. بتكون في مثلا مناسبات بنعملها في الكليه او احتفالات في المناسبات الكبيره، هم بيعملوا حاجاتهم التراث حقهم، احنا برضه بنجيب حاجاتنا وبنخطها وبنقول لهم احنا كسودانيين مثلا الوجبه الاساسيه عندنا العصيده، الكسره، ملاحظة تقلية، يعني أنا بجيب حاجاتي دي وأنا بدخلها، أنا اللي بجيب عليها، يعني أي مرأة سودانية موجودة في دول المهجر أو هنا هي المسؤولة، مسؤولية تامة إنها توصل ثقافتها، ما تندثر لها، يعني ما تنجرف وراء حاجات الناس، لأنه كل زول بيكون حريص على حاجاته الناس تعرفها. عندما نقول للمغتربين، المغتربين والكفاءات الخارج السودان، طوالي بيخطر على ذهننا الرجال بس يعني مثلا، لكن ما شاء الله انا هسيدي معايا دكتوره هناء ومعايا دكتوره نجلاء ومعايا ناهد، دي الكفاءات، ومعايا سوزان كمان. نعم. على الهادف. نعم. دي الكفاءات ما شاء الله عليهم، يعني قدروا انه يصلوا ويعلموا اجيال يعني. نعم. ف يعني كيف المراه السودانيه في الغربه يعني بتريها انها وعملها في الغربه وعطائها في الغربه؟ والله طبعا كمان يعني انا بشوف المراه السودانيه في الغربه العمل حقها بيكون مضاعف، لانه احيانا بتكون هي شغاله دورين، يعني دور هي ام وابو. يعني مرات بتكون هي مثلا في موقع بتاع ان هي عندها وظيفه عايزه تقضي شغلها، عايزه تجي البيت، عندها اولاد، عايز مدرسه، عايز شغل في البيت، كده بالعكس. فهي زي ما قلت لكم قالت الشعر، هي قويه، يكفي ان هي سودانيه، يعني عندها قوه التحمل. عموما هي المرأة عندها قوة التحمل أكثر من الرجل، يعني إحنا ما بنعصر الرجل، لكن بالعكس يعني هي عندها تحمل وقوة ما شاء الله. هي بتكون شغالة في الدوام حقها، وبتجي دوامها في البيت، وبتكون شغالة يعني ما شاء الله 24 ساعة، وبتأدي حاجات على أكمل وجه. فبالعكس في الغربة دي بس هي محتاجة، يعني محتاجة دعم، محتاجة بس الناس يعني تطبطب عليها شوية، لكن بالعكس والله هي قايمة على أكمل وجهها، وبالعكس مضاعف شغلها مضاعف. احنا طبعا عندنا مقولة او بنسمعها دايما من الناس هنا في البلد دي، اللي هو انتم السودانيين كسالة، او بمعنى ثاني عندكم منطقة اسمها كسلة، فانتم جايين منها كسلانين. والعكس احنا شايفينه صحيح، بالعكس احنا هنا السودانيين بنشتغل الشغل اللي بنشتغله احنا هنا، لو اشتغلنا في بلدنا يعني بيكون ما شاء الله يعني شيء مضاعف. يعني انا هنا الدوام حقي مثلا بيكون 8 ساعات، ال8 ساعات دي لا ما بنقص منها حاجة، لانه 8 ساعات دي دوامي، لكن لاحظ احنا في بلدنا، او لاحظ في حتات ثانيه، بالعكس انا هنا بشوف نفسي يعني بشتغل 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 كثير، يعني بدي في الغربه دي بتشيل مني كثير، هي مثلا ادتني لكن شالت مني كثير والله. فكلهم والله كل نساء بلادي في الغربه دي هم تعبانين، يعني بيعانوا، الواحد تلقاها في الشغل في الدوام، عندها عيالها بتشتغل معاهم، عندها يعني على مهام كثيره جدا هي بتعملها. جميل. فيعني ما شاء الله عليهم، يعني هم بعد هم قويات وقادرين على تحمل المسؤوليه، قادرين انه هم يشتغلوا كل يعني حاجاتهم اللي بتوكل اليهم. تمام. دكتوره سودان سوزان سودان، شوفي عشان بتقولي السودان، دكتوره سودان. انت قلتي هي قادره على انها هي تقوم باعمال كثيره، والمثال لذلك يمكن الغربه وارض الغربه وغيره، وحتى في السودان على فكره هي طبعا شامخه ايضا رغم التحديات. احنا السودان بلد ناميه، بلد ما زالت يعني بتواجه تحديات كبيره جدا في ظروف صعبه. شفنا المراه السودانيه الان ترتات جميع او اغلب الجهات الحكوميه، ما بنلقى كثير من الرجال والشباب بقدر ما بنجد المراه. المراه وشموخاتها وبطولاتها معروفه من بدري، هي موجوده في سوح العمل كطبيبة، كقاضية، كحاجات كثيرة. كلمينا عن نساء بلادنا الشامخات.
ايوه طيب، يعني احنا ممكن نبدا من بدري. يعني هم طبعا شغلوا مناصب مختلفه كثير، اللي هو زي ما انت ذكرتي في الطب في التعليم، وكانت فيهم سفيره وكانت فيهم وزيره. يعني نذكر على سبيل المثال مهير عبود، يعني كانت هي شاعره وكانت مناضله. نذكر برضو الدكتور خالده زاهر، يعني كانت هي اول طبيبه سودانيه مارست المهنه، مهنه الطب. بعدين برضو في اللي هي نذكر منهم حوا الطقطاق، اللي هي كلنا بنعرفها بتعمل اغاني حماسيه وطنيه. بنذكر برضو منهم فاطمه عبد المحمود، يعني هي كانت اول امراه سودانيه ترشحت لرئاسه الجمهوريه في 2015. نعم يعني هم طبعا كثر، لكن ممكن يكونوا ديل يعني بس في المقدمه، ان هم ديل ما شاء الله. يعني هي زي ما انت قلتي ماسكين ادوار كثيره جدا وادوار عظيمه. نعم شكرا لك يا دكتوره، وان شاء الله نلتقيك معانا قريب في الاستوديو ان شاء الله. شكرا لك كثير. ان شاء الله. مشاهدينا الاعزاء نطلع فاصل ونجيكم راجعين ثاني ان شاء الله. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه، رجعنا لكم بعد الفاصل. لسه متواصلين معكم، وكانت معنا يعني قبل الفاصل الدكتوره سوزان، وتحدثت عن المراه والتحديات اللي بتواجه المراه وحفظ التراث. ايضا تحدث عن المراه وشموخها وما زالت هي تمثل الكثير وعملها حتى في الغربه، عطاءها في الغربه. دكتوره نجلاء، لو عندك اي حاجه عايزه تضيفيها في المحور ده تفضلي. طبعا المراه في الغربه، يعني اي مراه او اي شابه، او ممكن نضيف معنا حتى الشباب، أي شخص بيطلع في الغربة معناه هو سفير لبلده، معناها أنت سفير لبلدك، فبتأدي أحسن ما عندك، لأنه في النهاية أنت بيجي في يوم من الأيام حتى لو أنت مشيت بيجي يقولوا والله يا أخي السوداني، ممكن ما حيذكروا أنت كشخصية. يعني الآن هذا الكلام اللي أنا مثلا بقوله لطالباتي، فأنت بتشتغل بإخلاص، يعني بتشتغل بتلقى نفسك بتأدي عملك بإخلاص بصورة كبيرة، بحيث أنك بتترك أثر طيب في نفوس الباقين. فانت بعد كده بيجي يقولوا والله يعني هنا ما انا ما حيمسكوا كل الشعب السوداني حيجي يشتغل في السعوديه، او ما كل الشعب السوداني بيطلع في اي دوله مهجر. فانت كامراه سودانيه او كشخص سوداني، فانت اذا سفير لبلدك. ما هو السفير فقط اللي بيطلع ممثل للحكومه او ممثل للدوله، فانت اي مواطن او مواطنه بيكون هو سفير لبلده، خاصه المراه، لانه بيكون عندها في مجال عملنا احنا مثلا كاستاذه، فبتلقي انت بتتعاملي مع الطالبات بصوره مباشره، بتتعاملي مع الاستاذات بصوره مباشره، مع اداره الكليات، مع ذاتك، بتلقي نفسك انت بتضع سمتك كاستاذه جامعيه سودانيه باخلاصك في العمل، بتفانيك، بقيمك اللي بتنشرها، حتى انت من خلال تدريسك يعني بترمز لثقافتك. يعني فالان يعني الحمد لله رب العالمين، بتلقى مثلا الطلبه بيقول لك والله الاستاذه السودانيات ما شاء الله مخلصات في شغلهم. صحيح، مخلصات. فبتلقاهم هم بيتفانوا ليه لانك انت في يوم من الايام حتى لو مشيت بيجوا، حتى لو الطالب نساء كان نسى اسمك بيسكر يقول لك والله السودانيين، يعني ما حيقولوا والله الاستاذه، حتى لو والله السودانيين ما شاء الله عليهم حلوة يعني. فانا دائما وصيتي ونصيحتي لاي مثلا لاي امراه سودانيه او اي شخص، دائما تعامل باخلاقك الطيبه، لانه في يوم من الايام حيقولوا والله السودانيين، يعني ما حيحكموا عليك انت شخص، حيحكموا على الدوله كامله. فانت اذا سفير لبلدك قبل ما تكون مثلا سفير او بتمثل نفسك، بتمثل دوله كامله. بنفسك انت ممكن تزيد خبراتك، تزيد كل ما خلصت لعملك. ايوه نعم، يعني خبراتك بتكون اكبر واوسع كمان. ايوه يعني لانه انت دائما حتى لو انت انا عايزه مثلا اخلص في عملي، ده معناه انه حاجتهد اكثر، حاحضر اكثر، حدرس اكثر، حطور نفسي في كل المجالات البحثيه، بحيث انك مثلا انت تتفانى بعد فتره بتلقى نفسك انت معرفتك تراكمت، بعد شويه حتلقى نفسك عندك عدد من الاوراق العلميه، تلقى نفسك تطورت بجهه، ومن الجهه الثانيه تركت اثر طيب وخلصت، وان شاء الله باذن الله حتى راتبك بيكون حلال. والدليل على ذلك بنجد كثير يمكن من الاخوه العرب، يعني اذا كان في اي دوله هم يتحدثوا عن السودانيين في انهم هم درسونا وعلمونا. نعم صحيح، وعرفنا الكثير منهم بقدر طيب. ما يستفاد المعلم بقدر ما استفاد برضه أيوة. الطالب يعني. فلاحظ هنا ما بيقولوا استاذ فلان، يعني اغلب الطلبه بيكونوا نسوا الاستاذ السوداني، لكن بيقول لك السودانيين، والله الاساتذه السودانيين. فاذا انت ايوه اذا انت سفير لبلدك، يعني وين ما
ما تمشي انت سفير ببلدك بسلوكك بعاداتك بتقاليدك حتى في تعاملك. انا بشوف انه انا بشوف انه الانسان يعني السوداني ده في اي مكان بيمشي بيضع بصمه. والله ربة المنزل بتمشي اي مكان بتضع بصمه. ال- 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 الجد الكبير بيمشي اي مكان وهو خارج السودان بيضع بصمه. يعني انا يعني سبحان الله يعني نتمنى انه يكون في دراسات يعني تجي مستقبلية. أيوة يعني بالمناسبة التركيبة السودانية تركيبة فريدة جدا من نوعها. لا فطرية فطرية. أيوة. بتعمل بسمحت سمحت الدين. أيوة. أكثر. دكتورة سوزان برضو قبل شوية دكتورة هنا تكلمت عن التراث, تكلمت عن المرأة وحافظت على التراث السوداني الأصيل في كل المناسبات وحتى برا برضو عكسته. ده احتمال يكون امتداد لكلامكم ده أكيد. طيب أضيف لكلام دكتورة سوزان بأنه قبل ما كده أدخل في الإطار ده في كثير برضو تاني من النساء السودانية زي ما هي ذكرت. أضيف على ذلك رابحة الكنانية هي واحدة من المناضلات جدا في السودان. أضيف لذلك سعاد الفاتح البدوي إحسان فخري هي أول من عملت كلية للبنات تربية كلية تربية للبنات. فايزة عمسيب يعني فايزة عمسيب ممثلة بلقيس عوض بلقيس عوض يعني وكثير جدا أنسون إلى آخره. يعني كثير جدا من السودانيات كانوا مناضلات جدا وكانوا ذات بصمة إيجابية على المجتمع السوداني وعلى أسرهم. طيب أرجع لسؤالك أستاذ إبراهيم. طيب إحنا معنا المخرج عايزنا نتكلم عن التراث لكن عايز سمعنا حاجة ونجي نشوف التراث وحفاظ النساء والمرأة السودانية عن التراث وفي المناسبات خاصة. شكرا جميلا لكورال الأحفاد, شكرا جميلا كمان للكنترول. اغنيه جميله فعلا يا تومي هوي. قبل الفاصل الموسيقي تحدثت الدكتوره سوزان عن المراه وحفاظها على التراث السوداني. عندك اضافه؟ لكن الموسيقى خشت. طيب المراه بطبعها يعني المراه السودانيه بتحافظ على التراث داخل السودان وخارج السودان. يعني لو هي في بلد المهجر في أي دولة كان بنلقى المرأة بلبس توبة بتحافظ على يعني على اللبس السوداني على التراث السوداني ده واحد من التراثيات. كذلك بنلقى إنه حتى في الوجبات لما يكون في عزومات بين الجنسيات المختلفة بتلقيها بتعمل القراص وبتعمل العصيدة وبتعمل الكسرة وبتعمل يعني حتى الكمونية دي في بعض الجاليات بقت تعرف حاجة اسمها كمونية. صحيح. ليه من السودانيات لأنه خلاص صارت في بصمة سودانية إنه دين نحنا بنعمل كده. يعني التراث السوداني المرأة السودانية يعني جابت به كل أطراف العالم يعني. ودي الحاجة الجميلة جدا في المرأة السودانية إنه إحنا ما بننسى تراثنا حتى داخل الأعراق. أيوة حتى داخل البيت الأم عندها مخزن لازم أكيد. ركن زي كده عندنا كده بالجنبة في لازم في حاجات ما تحبشيها أكيد. ولما تلاقي علب زمان قديم في حفظ لحاجات أكيد قديمة أكيد. الحبوبات في كل البيوت كده بهذه الطريقة رغم إنه فيها مكانس حديثة وهبابات حديثة مكشاشة مصرة إنها تمشغ بينا مكشاشة تشتري الحياة ديك دي بتطلع من السودان معي ولا جابته معاه من السودان صحيح. ويعني بكلامكم ده يعني ذكرتوني يعني حبوبتي ربنا يطراها بالخير وطول عمرها آمين. بنفس الطريقة إنه فعلا هي بتجمع الأشياء وبتحافظ عليها ولو جيتي يوم من الأيام دايرة أي حاجة ناقصة بتطلع عليك بتلقيها صح مدى ما كانت الحاجة شنو في علب يعني زمان الإنجليز زمان متذكرها بتلقيها هنا مخوزة عندهم العلب فيها شنو تتذكرهم بيكونوا عند الأمهات يخطوا فيهم البهارات يخطوا فيهم والصفيحة أمها أيوة صفايح أكيد يعني يعني ربنا يطول أعمار المرأة عليها دور المرأة دور كبير جدا يا أخي. هم الحبوبات والأمهات ديل كمان من أنت جاي سعودية مثلا ولا ماشي الغربة هم طوالب شايلوك حياتنا. أيوة والله أكيد والله أكيد لازم تشيل أشياء معاك ودي أشياء يعني هم بيحسوا كده إن هم يعني دي راح بيحسوا بالراحة النفسية. تبحثي يعني أنتوا ما شاء الله ضيوفنا ولابسين ثياب ده واحد من المحافظة أيوه. على التراث محافظة على التراث صحيح نفسي من نتوارث وبنتك حتشوفك وبنتك أيوه. حتشوفك وحنتوارث القصة دي يعني صح. أكيد فدي دلالة على إنه المرأة السودانية بتحافظ على التراث السوداني أينما ذهبت. يعني وزي ما قالت دكتورة سوزان يعني إنه هي بتلبس التوب السوداني وهي في أثناء عملها
في اثناء العمل هي تلبس الثوب السوداني, ودي حاجه جميله جدا انه هي بتضع بصمتها. أيوة بتضع بصمتها سودانيه بالنسبه لطلابها في داخل الكلاس او داخل القاعه ما تنسى يعني كمان بالحاجه. فده اعتزاز جميل جدا. شفنا افراح واعراس برضو كمان اكيد عرسان ملبسين جدله او جايبين الجرتي عادي, ده لازم كمان بالتفاؤل عندنا متفائل بيه. وطبعا أكيد ما بعضهم لازم الجرتي قبراني, لكن في الشباب برضو كمان مشاركين لكم واخرنا يعني شويه كذا خلوني اتنفس. لا والله في موضوع الزواج حيتنفس ونفس مش معنى الموضوع ده بالذات تتنفس فيه. الشباب العزاب الموجودين داخل المملكه العربيه السعوديه احيانا بيلموا بيجيبوا العريس وبيعملوا له حنه. ايوه كل طقوسه يعني السودانيه بيكون ما في ولا بنت ولا لا, وفي عزومه بيعزموا حتى اصحابهم مثلا السعوديين الشغالين معاهم الموظفين. أيوة. فدي الطريقه اللي هم بنشروا بها الثقافه السودانيه. أيوة. يعني لما يعملوا مثلا اللمه دي هنا ويعزموا مثلا من برا, هنا الناس الثانيه والجاليات الثانيه بتفهم انه احنا في ثقافتنا احنا بنعمل كده, فبتلاقيهم هم بيلتقطوا الحركات وبيسالوك منا انتوا ليش بتعملوا كده مثلا في الزواج, وبتبدا انت تشرح وتشرح وتشرح. معناها ما المراه الوحيده اللي هي بتحافظ على التراث. أيوة السوداني. الشباب ايضا بيحافظون على الشباب ايضا بيحافظون على التراث السوداني. احنا مساهمين اكيد مساهمين, لكن المساهمه الاكبر للمراه لكن التراث السوداني تراث جميل وتراث يعني اصيل. لا وحتى العروسة السودانية تلقاها مميزة أكيد. صراحة العروسة السودانية بتلقاها مميزة, يعني انت من وين وين بتعرف انه دي عروس وسودانية وسودانية عروس سودانية فعلا عروس سودانية. يعني فانت بتلقى زميلات معلش زميلاتنا بتلقاها يعني مثلا متزوجت الا تقول لك والله اتزوجتها حتى انت تعرف عشان تقوس قبل احنا. ايوه صحيح. يعني انت قبليها يعني طبعا هنا السعودية في اجناس او سوري في عندهم قبائل في مناطق محدده عندهم العادات في جزء من العادات صحيح حقتنا والله في أيوة بالذات اهل الجنوب وضيوفهم بالأربعين يوم أيوة يقعدوا زي ناسنا أيوة الزمان صحيح في عندهم صحيح اهل الجنوب. فانا من خلال معشر يعني عشرتي باهل الجنوب هنا كحاطين شهرانين زهرانين, فبلقى انه وبالذات اللي بيجوا من الجنوب بتلقاهم عندهم العادات قريبه من حقتنا صحيح. فلكن هنا بتلقى انه يعني ظاهره انه انت حاجتك ظاهره دي عروسه سودانيه متحننه بروائحها بتوبة حتى يعني بتميز عندنا المراه متزوجه بحنتها. أي يعني هي تعرفيها انها متزوجه ولا لا ما بتدبلها الحنه صحيح يعني. التراث بتاع جرتك ده للعروس ورقيص العروس مثلا صحيح والقطع الراحات رغم السوشيال ميديا ورغم توزيع الثقافة في جميع أنحاء العالم نحن ما بنقدر ننشر إطلاقا إننا نمثل وتمثيل عاداتنا كمان وتقاليدنا بتمنعنا إننا ننشر تراثنا. رأيك في الموضوع ده شنو؟ والله أنا عن نفسي مثلا أنا بحب فعلا رقيص العروس خلاص أنا بحب رقيص العروس, لكن ما بحب أنشره مثلا يعني حتى ليه لأنه حفاظا على تقاليدهم هم مثلا هم بكون عندهم نظرة مختلفة فنظرة مختلفة فبزلوك انت يعني انت بترقصوا كده قدام الرجال. فطبعا احنا أسي حتى في السودان بقى الرقيص رقيص العروس يعني في صالات خاصة بالنساء لا يعني بقعد اقول لا يا اخي لا والله دي 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 رقيص كده بيتم كده يعني ممكن هم بكونوا عندهم نظرة شوية مختلفة مننا صحيح. ما بتلقى مثلا لكن احنا ما عندنا الاحاسيس يعني حتى رجعنا لما ندخلوا معانا في الساحات زمان الرقيص العروس ده أيوة. كان وسط في الشارع وقصاد ناس كتار أيوة. ما كان في زول بديه اكثر أيوة من حجمه رقيص عروس فتره موقعه انتهى ايوه صح لا يعني اي ما بالغرايز ايوه ما بالغرايز تحديدا يعني صحيح. الشيء الاخر زياده على كلامكم يعني انه ما كان في الميديا يعني ما كان في وسائل التواصل الاجتماعي علشان في تصوير وفي نشر. نشر كان في تصوير فيديو واحد بيصور نقول بدون فيديو بدون فيديو لكن الان انت لو عملت رقص عروس الان في زي ما ذكرت دكتوره نجلاء انه في رقص عروس بيكون في الصالات أيوه. وبتمنع الجوالات من التصوير أيوه. فبالتالي زي ما قال الاستاذ ابراهيم انه ما حنقدر ننشر هذه الثقافه أيوه. الرقص العروس لكن هم عارفين هم لكن عارفين يعني مثلا كشعوب اخرى عارفين انه احنا عندنا من عاداتنا وتقاليدنا كده احنا كان عندنا مختلط رقص العروس تحديدا زمان بيحضروا الرجال والنساء في الشارع ايوه ايوه صح كويس ليه؟ لانه بتلقي الحفله كلها لابسه سير ايوه ايوه صحيح يعني ما في حاجه يعني عادي صح؟ صحيح يعني عادي ايوه يعني كلهم لابسين سير حبوباتنا يعني ما في انسان أيوة بيشوف انه هذا الكلام غريب يعني ايوه بيكون ما فيها غرابه يعني متدينين يعني
لكن كان قلت لك النفوس نفسها كانت النفوس ما بتنظر للحاجات أيوة بالصوره الاساسيه. تذكرت مشيت مناسبه هنا ده وقاموا اخذوا مننا الجوالات هنا في واحده من الصالات، عجبتني الحركه، هو الجوال ادوني غلاف أيوة. او ادتني له، لكن شنو مسمكر بالله بقول عليه شنو ببصمه مسمكر، لكن انت بتخليه هنا الجزء من هنا دي ده فاتح اللي هو بديك الشاشه طايره من زوجك مفتوح، بس مش الزر مفتوح كبلاستيك شفاف تضرب لزوجك، ضربت لك مكالمه تتكلمي، لكن قافلين الكاميرا حركه جميله بالبصمه زي مسوكره، مش بقول لك شنو الشمع ولا شنو ايوه أيوة. فن جميل عجبني، وهي زون تليفون في يده لانه كانت واحده من الحاجات اللي بتعوق الناس هنا تمشي الراجل أيوة يكون قاعد أيوة. ولا يقول لا جاي جوالي ما معي جوالي مقفول جوا يعني أيوة صحيح. الناس حركه جميله بالمناسبه بتبتكر اساليب عشان هي تفرح ايوه صحيح. عشان هي تنفذ حاجاتها بارتياح ايوه صح كويس. لكن ما دام في كاميرات لازم يقولوا لي عليك ايوه يقولوا لي عليك طبعا حاجه تتطور الزمن اكيد في تطور زي ما ذكرتي في تطور كل مره لاشياء جديده وحاجات الكاميرا ايوه حاجات واكيد تراثنا ما بيخليه لو لاحظت حتى الريحه تحت العروس ما بتتخلى من زمن كم لحد الان الناس يعني نقول من كثير يعني سنوات أيوة. سنوات كثيره وعديده يعني نقول لا تحصى الناس بتمشي العروس لازم تتجهز بطريقه أيوة. وعندها دقه الريحه هذا مهم مره يعني لازم المراه تجي تجهيز أيوة. ولازم من الطقوس يعني هذا تراث الطقوس انه الدنقر ايوه وتجي تعمل ايوه دقه تجي تعمل الحاجات الجميله ريحه ايوه والجيران يعني في حاجات جميله جدا هسه رقص العروس ده ما فن يعني بيشتغلوا له بروفات شهر ولا شهرين ايوه بدري دوك الكسر شهرين كسر كان الاستاذه جسمه ايوه الكسر تديك الكسر تتمشي فهم قاعدين يشتغلوا فن هو فن هو فن لكن يعني مثلا احنا بنتكلم مثلا اذا تكلمنا من ناحيه تراث من ناحيه فنيه هو فن يعني ما في اختلاف فيه فن استعراضي جميل جدا جدا لكن بتلقاها بس من ناحيه دينيه اللبس اللي بتلبس يعني صحيح. فانت يعني حتى للنساء والله صعب لان يعني عيون صعب. العيون أيوة وكذا يعني انت بتنظر انه يا اخي من ناحيه دينيه من ناحيه حسد يعني ما الناس دي كلها بتعاين بسبب صحيح اكيد أيوة. طبعا أيوة. عين حسد فانت الواحد يعني يراعي في نفسه الاقتصاديه انا زمان سمعت قصه انه في عروس كانت في رقص العروس وقعد ماتت صح حقيقة. فالقصه دي انا سمعتها صراحه ما ادري مدى مصداقيتها لا حقيقي لكن هي. انا ما استبعد صراحه لا حصلت ايوه يعني ما استبعد صراحه يلا الريحه اللي تكلمت عنها قبل شويه والطقوس دي حتى من ما يميزنا يعني نحن دي ما بتتريح بها البيت الفتاة أيوة صحيح صحيح أول متزوجة تقاليد كعاداتنا ذاتها يعني مثلا بشوف حتى يعني مثلا هم ممكن ما كانت جيلة زمان أكثر تدينا يعني لكن هم بشوفوه عيب إنك أنت كمرة تطلع بالخمر الشارع صح يعني مكان البيت صح والبنات ولا يتدخنوا أيوة ولا يتدخنوا ولا يتخمروا صحيح ولا يتحننوا ولا يتحننوا الحين يدين ورجلين صحيح صحيح بيكبوها في قزاز كده بيكبوها في قزاز طويل كده اي في قزاز في يعني مختلفات طبعا أيوة. اي طبعا مختلفات ايوه أيوة. بعدين مختلفات زي ما قالت يعني انت ذاتك كل ريحه عندها شكل عندها اسم وعندها شكل ايوه جات في المطار وقلت لها قال لها ليش لا خمرة وفي نفس الجزار يلا وشت ويندي بس فهمتها ورا الشمس ممكن كسرها كسرة كمان في لو كسرتها شوية وأصلا ما أصلا قلت لها كده يعني ودي طبعا واحدة من الطقوس اللي بتتعمل على فكرة بدو يتفهموا جدا المطارات الخليجية والأوروبية على حاجاتنا يعني زمان كان بيحللوا الويكا ويحللوا بعض البهارات لكن الآن بتذكر مرة في رحلة وإحنا جايين من السودان خلاص قبل رمضان هي وطبعا عارفة الطيارة وقسما بالله السير حق العفش كله ريحة شمار وشرب وحق الشرب اسمه شنو؟ الحلمر قسما بالله العظيم المطار ده كله كده أيوة. والله العظيم الواحد يعني يقول ما شاء الله تبارك الله تستحي برضه يعني في أيوة ممكن يعني ايوه صحيح وهذا تراث يعني ده شيء جميل يعني يلا ده كله حفظ تراث ايوه حرص حتى يا, يا 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 ابراهيم الحلمور المنعوس ده أيوة. اي حاجه احنا عندنا لا ذات طقوس بالضبط كده ما بنشرب أيوة. العصير العادي ما بنعتمد على الزمتوهات والتانجات والله انا يعني كيف معلش كيف تنشر تراثك يعني مثلا الان احنا لما كان عندنا ايام صغافيه مثلا في الجامعه او لما في الكليات فبنجيب يعني مثلا بحرص بقول لهم يا اخوانا تعالوا نجيب الكركديه نبيل الكركديه خاتينه مثلا في صباره طبعا لكن بنظبط
لازم انت حتى لو جبت تراثك تجيبه بشكل يعني جميل جذاب جذاب. بنجيب له مثلا الصبارات البيبواسية بتتفتح من تحت مثلا نخط او صبارات جميله كركديه ومعه كوبايه صغيره كبابي صغيره، لكن انت طبعا عشان ما تجبره من اول يوم يشرب لك حاجه كده. لا وفي جونجليز وحلو مر درجات اي واحد درجات والله ده، وبتكون يعني يا حبذا جايبه صوره وجايبه فوائد المشروب صوره والله ده كركديه، والكركديه ده اساميه كده يعني هم ممكن ما يكونوا عارفين الكركديه كده، لكن مع انه الكركديه معروف عندهم بتديه الاسامي العلميه الاسامي الشائعه. والله ما عطش رمضان ذاك يا زوله بس الكوبايه واشرب طوالي ولا عايز اعرف عنه ولا اعرف عنه. ايوه لا 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 هي طبعا الايام الثانيه لمنتجو في اطيب الاوقات الظروف. ايوه يعني انا دائما كنت بميل بانه اقول يعني نعرف بها نجيب عنها نكتب او نعرف نجيب مثلا خام منها جونجليز خام ده اسمه الجونجليز. المسوقين الجدد ده كلام جميل، لكن احنا نتمنى انه يوم من الايام السودان يصدر هذه الاشياء يعني تكون بطريقه جميله. يلا ثاني نحن نتمنى انها ما تتصدر خام. ايوه احسن ما تتصدر خام تتصدر خام تتصدر هي بودره وغير بودره وسايله وعصاير والدنيا. يلا انت تقول لنا وجهه النظر في الحاجات اللي بتذوقوها للناس دي وبعد بعد الاعلان تشوفوا وجهه النظر وتشوفوا الانطباع عنها كيف. بعد ذاك ممكن نفتح السوق صدرها ونقوليس عرديب مشكله ايوه كركديه كركديه دولار شيك نمشي نشوف الكنترول يسمعنا حاجه بعد الزفه دي ونجيكم راجعين ثاني ان شاء الله. أعزائي المشاهدين أهلا بكم وسهلا، رجعنا لكم متواصلين معكم في هذه السهرة السهرانية من قناة السودان 24. أنا دائما تابعوني إن شاء الله. موضوعنا اليوم عن المرأة السودانية، أكيد نضالاتها وأكيد شموخها، أكيد علمها القدرة التفيد به، وكثير جدا وعديد من الناس على مدى سنوات طوال جدا جدا يمكن يعني مئات السنين، وغير كده توارث كمان كثير من الأجيال لحاجات كثيرة جدا، تراث محفوظ ما زال محفوظ تحتفظ به المرأة السودانية. متواصلين معكم ضيفاتي الكريمات داخل الأستوديو، ودكتورة نجاة أكيد الإنسان في حياته بيمر دائما بالجميل يعني بالمحزن بالسعيد وبالمفارقات والطرائف، كلمينا عنها. أبدلكي بالمواقف صراحة الجميلة والمفرحة في حياتي، فيعني طبعا المواقف الحمد لله رب العالمين، فبتلقى في كثير من المواقف اللهم لك الحمد، لكن من المواقف الجميلة أو المفرحة كانت في حياتي اليوم اللي ناقشت فيه صراحة الدكتوراة أو يوم التخريج، كان بالنسبة لي يوم مفرح لأنه كانت في سنين عجاف زي ما بقول يعني تجري صراحة بس. يعني مرت علي سنين عجاف في خلال الدراسة، فكان بالنسبة لي يعني فرح، فكنت مفتكرة دايما الفرح اللي أنا يعني الفرح الكبير، فصراحة لما جاء نجاحة أولادي فكنت حاسة إنه فرحي أنا بالنسبة لي فرحهم لا يقارن، فحسيت بالفرح أكبر سبحان الله يعني. فاللهم لك الحمد كان عندي ولدي الكبير اللهم لك الحمد، فكان ممتحن بامتحان آي جي فكان درجاته ما شاء الله كويسه، امتحن قبل كم سنه، كنت حاسه بالسعاده يعني فرحه ما عاديه. فاللهم لك الحمد عندي الثاني ده جاب ما شاء الله في العشر الاوائل في مدارس كبيده العالميه في السودان، فحسيت انه فرحي انا حق اني ناقشت 6 سنوات حق الدكتوراه لا يقارن بفرحتي لحظه هو عرفت انه نتيجته. يا سلام. فصراحه فرح الابناء بتغي على 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 مشاعرك انت ونجاحاتك وافراحك انت يا حافظ يا يعني حافظ. بتحس انه نجاحهم هو مش نجاحك بس يعني سبب لك سعاده في حياتك بصوره ما عاديه. فمن هنا بوجه صراحه رساله للابناء دائما يعني اسعدوا اولادكم اسعدوا والديكم بنجاحاتكم، فالنجاح ده هو نجاحك انت لكن بتسعد والدك به. صحيح. فدي من المواقف السعيده يعني اللهم لك الحمد المرت بي. فعندي من المواقف الحزينه المرت بي موقفين صراحه كانوا صعبين علي. يعني الموقف الاول وانا كنت يعني انا اثناء كنت درست في ماليزيا، فعندي بنتي كانت ريم متعلقه بي شديد، يعني انا لما شيت سجلت اول سنه كان عمرها سنتين ونص تقريبا سنتين ونص، فكانت متعلقه بي شديد. فلما مشيت انا يعني طبعا كان متجرسه انا متجرسه وهي متجرسه، فكنت بتكلم معاها تلفون، فالمهم كل مره بتكلم تلفون صوتي. فمره من المرات اتكلمت يعني انا كنت دايما يعني بحرص اني ما اتكلم فيديو. عشان ما اتاثر. فيوم حسيت اني انا مشتاقه لها وعايزه اشوفها اتكلمت فيديو. الكلام ده يعني انا بتكلمه الان قبل كم سنه وبتذكره الى الان بحس بالالم. ف
فاتكلمت معاها فيديو فكانت بتقول لي يا ماما انتظري يا ماما بس تبتي تبتي يا ماما يعني عايزه تمشي معاكي عايزه تلبس شبتي يا ماما ما تمشي انا عايزه البس شبتي يعني فمن المواقف اللي كانت محزنه جدا يعني كبرت هسي ما شاء الله تبارك الله اللي جت معي مره في الحلقه لا ما شاء الله هي في الخامس فما شاء الله يا امور هسي فاللهم لك الحمد يعني دي من المواقف كانت الحزينه وطبعا من المواقف اللي كانت جدا برضو حزينه انا ناقشت 2019 فكنت بحضر ديسمبر في ديسمبر كنت بحضر للمناقشة فكانت طبعا أحداث السودان ثورة ديسمبر فدي كانت من المواقف الحزينة جدا فكنت بجي اللاب عشان أحضر للدراسة فبلقى نفسي لا إراديا دخلت الفيس فبفتح طبعا الفيديوهات يعني كل ما أحضر فيديو بحس إنه ألم 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 بتتألم ألم عادي فلقيت نفسي يومي كله طبعا بكون كده من ألم لألم من ألم لألم بلغي خلاص إنه اليوم ده مودي انتهى يعني خلاص بقيت ما قادر أقرأ فبتبدأ تستمر كده لقيت نفسي استمرت فحذفت الفيس فقلت خلاص يعني الفيس ده هحذفه بقيت يعني لما ألقى نفسي ما قادرة أقوم أدخل بطريقة تانية للفيس فالمهم في النهاية دخلت مشيت البيت وقعدت بعدك وصلت لكن ديل كانوا الموقفين صراحة المواقف الحزينة في حياتي فنسأل الله يصلح الحال ويصلح بلادنا وبلاد المسلمين ان شاء الله يا رب هنرجع للمحور ده لكن شوف دكتوره انا نرجع للكندكات واكيد دور امهات الشهيد شهداء كلميني برضه عن مواقف الجميله والمحزنه برضه مره طيب كدانا في بدايه بدي لكم بالمواقف ما الجميله الحزينه اول طبعا كنت شغاله في في الوزاره وشغاله مع المتشردين اول المتشردين المتشردين ايوه اطفال الشوارع اطفال الشوارع ايوه ففي فتره ما كنت شغاله في الشارع معاهم ومعي تيم كامل فاكثر شيء محزن لما انا ارجع البيت يعني انا اكون سايقه سيارتي وراجع البيت وهم يكونوا في الشارع يعني سبحان الله لحد الان طبعا الكلام ده ما بيتنسي يعني انا اتمنى يوم من الايام تتعمل اشياء جميله بالنسبه لاطفال الشارع ومكان يسكنوا فيه يعني حتى مكان جميل واسكي يعني حتى لو كانوا في الشارع انسان يكون عنده مأوى يرجع له يقعد فيه حتى لو كان امك وابوك ما معك يرجعوا الخور لكن بيرجعوا يعني انا كان اكثر شيء مؤلم بالنسبه لي الخور ده انه يعني احنا راجعين للبيت وهم راجعين للخور ايوه وكلنا الناس كلها اولاد تسعه يعني ايوه صحيح فده شيء مؤلم جدا كان بالنسبه لي يعني طيله هذه السنوات وانا اتمنى يوم من الايام يعني تقام اشياء جميله جدا ل أطفال الشارع والاعتناء بهم حسب ما عشتي معاهم جميلين جدا وأسكية جدا وقابلين على أنهم هم يصلحوا في المجتمع أكيد. إذا وجدوا من يعاونوا قدرتوا ساعدتهم بحاجة؟ قدرنا يعني قدرنا نساعد لكن ما بالسودان يعني إحنا نعرف إنه ما بالقدر الكافي لمد العون بالنسبة للمشردين الكافي يعني صح إحنا ما نقدر عليه يعني عملناه لكن أكيد الأطفال الشوارع محتاجين الكثير جدا من المباني من الملاعب وزارة الرعاية الاجتماعية أكيد أنا أتكلم أنا أكيد أنا كنت في ذلك الوقت في وزارة التنمية الاجتماعية كانت فعلا الوزاره مهتمه لكن انا بقول للان ما بالاهتمام الشديد لانه هذا الكلام محتاج دعم كبير جدا يعني محتاج ميزانيه كبيره جدا انا اتكلم عن مشاريع كبرى ميادين كبيره جدا ملاعب بالنسبه لي سكن. اطفال الشارع سكن جميل جدا ومرفه بالنسبه تعليم. تعليم مدارس صحة. جميله جدا بالنسبه رغم الان في تعليم بالنسبه للاطفال الشوارع وما زال في ترفيه لكن انا ما بقول انا بقول بالترفيه الطموحي او التعليم الطموحي مو انا ما قصدي المحدود تكون مدينه كامله بالنسبه لهم ما هو التعليم ده لو ما لقى بيئه صالحه انه ما لقى بيئه صالحه ما بيقعد لك طالما في بيئه ما صالحه وممكن يمشي الشارع لانه بيلقى جو هناك بيلقى حريته هناك أكيد. لكن انت لو وفرت له فعلا الميادين ووفرت له كل سبل الراحه يدمج في المجتمع يدمج في المجتمع اكيد في كثير جدا من الاطفال اطفال الشوارع في بعض الدور يتمرحلوا يعني ما كان نذكر اسمها يتمرحلوا ونجحوا وصاروا متعلمين لكن انا اتكلم عن هذا ديل اللي ممكن يعني عبق الحياه او ضغط الحياه يتحملوه انا اتكلم عن التطور او الطموح يعني للاطفال الشوارع للميادين
المدينة الكبيرة للمدارس الجميلة جدا اللي ممكن الإنسان يلقى راح يعني نعم. نفسيا راحة تامة ليؤدي أداء جيد ويكون صالح لنفسه وصالح لمجتمعه ولوطنه. ممتاز. ده برضو ما محزن بالمناسبة بقدر ما إنه جميل بجمال حديثك عن هذا الموضوع. أيوه. إن شاء الله يوم نجي نتطرق له ونتكلم عنه، لكن كلمينا عن الحاجات المفرحة. ما أعتقد زمننا كبير يعني. الحاجات المفرحة بالنسبة لنا حاجات كثيرة يعني من غير نعددها، يعني كثير جدا من الأشياء اللي أزعدتني في هذه الحياة، منها برضو كان عندي، إحنا كلنا بنات فما كان عندنا ولد، فأمي جابت آخر شيء جابت ولد أخي علاء اللي هو الآن موجود في المملكة العربية السعودية في المدينة المنورة باشمهندس علاء محمد بشير، فتحية فعلا لعلاء وأسرة الصغيرة. فكان ده يوم سعيد يعني، حتى عندي أختي ألفت قصيدة يعني يوم السبت عم الأرض نور الأمل والإنشراح في اليوم ديك يعني يعني كانت قصيدة جميلة طويلة جدا، وكان كل الناس سعيدين يعني، لأنه إحنا ما شاء الله يعني من غير ذكر العدد لكن بنات إحنا كتار، وما عندنا ولد إحساس تاني طبعا. إحساس جميل، وإحنا كنا صغار وقل يعني طبعا الطفل الصغير دائما بيسأل أمه إنه بتين تجيبي بيبي تاني بتين تجيبي بيبي تاني وهكذا، فسبحان الله ربنا والله خليتها يعني لمن جابت الولد ربنا يخليها. وهذه الحمد لله يعني ما شاء الله نعم الله سبحانه وتعالى وربنا يحفظ على المواقف. هي طبعا كثيرة زي ما قال إبراهيم وانتو كمان ذكرتوا كثير جدا أمهات الشهداء والكنداكات. يا إبراهيم الكنداكات والشهداء ودور الكنداكة ذاتها في الثورة ومساهمتها، ما أظن يكون عندنا زمن كبير عشان نتكلم في الموضوع ده، لكن دارين رأيكم في مشاركة الكنداكات في الثورة السودانية. أولا التحية لكل كنداكة في بلادي، التحية والخلود والرحمة لشهداء الثورة في من تاريخ السودان إلى وقتنا هذا. فطبعا يعني الواحد لما يتكلم في النقطه دي بحس انه الالم يعني بحس انه يشطر قلبك يعني. فاللهم لك الحمد، نسال الله ان شاء الله يرحمهم ويغفر لهم وان شاء الله يثبت ذويهم. فطبعا يعني مين احنا شفنا من ثوره ديسمبر او من 1985، فالكنداكات كانت عندهم في الصفوف الاماميه دور كبير. فالدور الكنداكه او دور المراه السودانيه زاد أو يعني بدأ ينتشر من ثورة ديسمبر المجيد 2019. فبنلقى المواكب نفسها كانت بتبدأ بزغروتة الكنداكة فنشوف بنشوف الكنداكات غايدين المواكب، فغايدين المواكب الكنداكات برجعوا البنبان دي. برجع صائدة البنبان، فبنشوف صائدة البنبان، بنشوف آلة صلاح، بنشوف كثير. إذا أنا بشوف مواقف حقت أطفال طفلات هم غايدين المواكب، خلي بنتكلم عن الشابات. فده دور كبير لعبته المرأة السودانية والكنداكة في الثورة، لكي تطالب بحقوقها يعني أبسط حاجة إنه تطالب بحريتها وبحقوقها في البلد، دي حاجة. فالحاجة المحزنة أم الشهداء يعني بتحس إنه وأي أم في السودان فإنها بتكون بتشوف ولدها طالع موكب وبكون من الصعب إنها ترجعه، لأنها بتحس إنه وطنيتها، بتحس إنه هي ما قادرة ترجعه، في نفس الوقت بتكون حاسة بألم إنه هل ولدنا حيرجع ولا ما حيرجع. لكن نسأل الله يحفظهم جميعا واستودعناهم الله. وفي النهاية أنا بشوف إنه هو غضاء وغدر يعني، أنت يعني الله يصبرهم يعني، إنه لازم يكون إيماننا قوي بالله إنه أي ده يومهم. لكن نسأل الله إنه ينتقم من الفاعلين، ونسأل الله أن يثبتهم، وإن شاء الله والحق في يوم من الأيام سيرجع بإذن الله. واستودعناهم الله. طيب نحن حلقتنا انتهت للأسف الشديد، معلش نترحم على أرواح الشهداء جميعا، ونترحم في الحلقة دي بالتحديد نترحم على ست النفور. ستنا هي الشهيدة 17 نوفمبر، ان شاء الله ربنا يرحمها ويغفر لها. طبعا في رماز وفي شهيدة ثاني، روح دي غالية، الله يرحمهم جميعا، نرحم عليهم جميعا، الله يرحمهم جميعا، ان شاء الله ربنا يشفي الجرحى ان شاء الله ويرد المفقودين كمان، ويفك اسر المحبوسين ان شاء الله يا رب العالمين، ونشوف السودان بنماء وبخيراته وبين ناس الزمان إن شاء الله بإذن الله. اللهم آمين. شكرا لكم كثير جدا، شكرا لمشاهدينا الأعزاء التابعونا في بداية الحلقة وجونا في نص الحلقة، وبكرة إن شاء الله سهرانين معاكم. ودي كان
ختام حلقتنا. شكرا لكم كثير وشكرا لك يا ناهد. شكرا لك إبراهيم، وكانت حلقة يعني الحمد لله قدرنا نقدم فيها الكثير. شكرا لكم ضيفاتنا الكريمات. شكرا لكم. أعزائي المشاهدين شكرا لكم أنتم كمان ومشاهدتكم، دائما خليكم معنا إن شاء الله. تقبلوا تحيات التيم العامل في سهر السهراني، ناصر في التصوير وحسب في الصوت، محمد فؤاد وأحمد الرئيس في البث، سعد أبي في المونتاج، ومحمد عصام في الجرافيك، أحمد سالم في التقارير الصوتية، محمد طه في التحرير، منسق والمعد لسهرات سهراني أستاذ التجاني محمود، تحيات المخرج جميل هشام يوسف، تحيات ناهد وكوميك كوميك وناهد. توصلكم إن شاء الله وتبراكم وين ما كنتوا. كان حيين إبراهيم باكر، بنتلاقى إن شاء الله بإذن الله في رعاية الله.